سألت اسمحي لي بس بدي أقولها على الهواء. أنا مرة سألتك قلت لك من شو بتخافي عليه بعدين؟ قلت لي جواب كتير حفر فيي من سنين. قلت لي بحب إنه نموت سوا. بتخافي عليه هالقد لأنك أم؟ ما تقول عني أنانية، بس بخاف عليه كتير، ويمكن حيالله أم بمطرحي رح تفهم هيدا الشعور، لأنه أنا تقبلت البداية وتعايشت معها وعايشة معها كتير مرتاحة. أنا بكرة اللي بخوفني أنا من بعد عيني شو بده يصير، هيدا خوفي هلأ. وتعلمي خيو وتقولي You are your brother's backbone. أنت always. بس ضلني خايفة، ضلني خايفة. قولي له اوعى تنسى خيك، يعني خيك كل شيء، خيك هو اللي بحاجتك، خيك بدك تدافع عنه. يعني أنا ريكي بيسافر معنا وبيجي معنا وعطيته حقه، بعطي حق لري، يعني ري بيروح. مين بتحبي أكثر، سركيس ولا ريمو؟ هذا سؤال صعب لأم، بحبهم اثنيناتهم، بس عندي عطف تجاه ريكي أكثر، لأنه ريكي بحاجتي أكثر. يعني بضلني عندي قلق على ريكي، بخاف يضيع، بخاف حدا يعمل له شيء وما اعرف، عندي خوف، بخاف يفتح الباب ويظهر. ساريتا ديما قالت لي ببدايه الحلقه انه امومتها انجرحت ببنتها، قالت انا امومتي انجرحت، انت امومتك مجروحه بتحسيها؟ انا ما قدرت عشت امومتي مثل كل الاميات. بعدني لليوم ما بعيش امومتي مثل كل الناس. ليش؟ مثل كل الاميات، لانه انا دائما عندي، لانه ريكي او لانه ريكي ما بيقبل، دائما في ريكي بالموضوع، فانا مني ما بقدر مثلا دور وفل وسافر بلا تياب انا وري وريكي، مثل اذا ضاعت الشنطه بنفوت بالحيط، اغراض ريكي، ادويه ريكي. انا مني عايش الامومه مثل ما حيلا ام عايشتها مع ري. بدك تقول ساريتا بعرف انه الضنا غالي، كل الحلقه هي انه الضنا غالي، حتى لو عنده الواحد ابن مختلف او بنت مختلفه. ضنا بينك وبين ربك لمتيش مرة لله قلت له يا رب ليش أنا؟ بالبداية شو كنت تقولي له؟ إنه ليه أنا؟ God why me؟ Why did you pick me؟ أنا كان بدي أجيب كثير أولاد، وكان بدي ضلني عايشة حياة جوزية وجيب أولاد وبنت بعد بدي، ليه أنا هلا عندي هالهام؟ ما فيني أنبسط مثل غيري، ما فيني دايما بنام عم خطي، أنا في عندي هم لتهم تاني نهار. فايه بالبدايه كانت كثير صعبه. هلا بكره بخوف، صار اليوم بكره، انا اليوم بكره بخوفني مش اليوم. انا اليوم عملت كل شيء بقدر اعمله لريكي، واذا بيرجع فيني الزمن برجع بعيد زيت الشيء وبعمل زيت الشيء، وكل الخسارات اللي خسرتها ما فدس. شو بدي اقول لك؟ شو قوليها؟ سرميته. ايه ما قوليها. ما بندم. بدي تطلعي على كاميرتك هون وتقولي لكل ام وبي عم بيعيشوا هالرحلة واكتشفوا انه ابنهم او بنتهم خلقوا مع ظاهرة التوحد الاوتيزم، شو بتقولي لهم؟ انا بنصح كل ام وبي انه ما حدا يقول، يعني اللي بيقدر يعمل كل شيء بيقدر يعمله ويعمل المستحيل، بس اللي ما بيقدر ما في شيء اسمه ما بيقدر. فيك تتعلم، تفتح كتب، تتثقف، تتعايش مع ابنك وبنتك، تخلطهم بالمجتمع، ما تعزلهم عن العالم، ما تستحي فيهم. هول الاولاد هبه من عند الله، هول they came for a reason. وانا لسبب معين، اجوا لسبب معين، وانا بعتقد الله يمكن هلا بقول انه الله جاب لي ريكي لسبب، انه نقيني انا لسبب، او نقى بيو كمان لسبب، انه بيو له دور كثير كبير، بيو عمل وشال وحط، بغض النظر انا اللي تعبت ورحت وجيت، بس هو كمان لو ما بيو نحن ما كنا قدرنا وصلنا له اليوم اكيد. بس ما تيأس، ما تتعب. ندمانة انك رجعتي على لبنان؟ هذا سؤال شخصي. ايه انا كنت بفضل ضلني بامريكا اكيد، لانه هو محمي اكثر بامريكا. يعني عندهم للمستقبل، ريكي احسن بامريكا اكيد، لانه قد ما انا بدي كبر بالمدرسه في المستقبل، في الفيوتشر. رجع يحكي ريكي؟ حكي هيديك السنه. اوكي نطق هيديك السنه، 9 سنين. كرمال هيك بنصح كل ام وبي ما يأسوا. تعبير على وجهك بس تحكي عن ريكي. يعني يمكن هن كلمات كثير بسيطه، اذا انت او حدا ثاني بيسمعهم انه ما بدها هالقد. لا انا بالنسبه لي انه مامي I love you. ما بيقولها واضحة بس عم بيقولها. Mommy I want to eat. Mommy I want to go play.
اذا بسمعك يوم تسمعهم رح تفهمهم، اذا بتركز على حكي وعم بيقول عم بيركب جمل صار هون تعبي ما رح دعان. هون بقول انه ما تيأسوا، بنصح كثير الاهالي ما ييأسوا، لانه انا قالوا لي بامريكا من بعد 6 سنين اذا ما حيقلع the chances are very low. طب هو حكي على 9. ساريتا هذه الباقه لحضرتك، باقه الورود هيك تاخذيهم لاهل اهاليك. ثانك يو نيشان. وبدي اياكي تطلعي على الكاميرا من بعد ما اشكرك وتقولي له لا ريكي قد ايه بتحبي حتى تبقى الرساله لإله. 1 2 تفضلي. شو راح تقولي له؟ I love you to death. You are my all. ساريتا تراد انا بشكرك. هيدا اللقاء كان لازم نعمله من 2012 عن جد، من وقت ما جيت ومن وقت ما رحتي على كليفلند وانا بعدين جيت زرتك. انت امراه، انت مش امراه قويه، انت انسان قوي وروح قويه، وانا فخور بصداقتك لانه كلمتك كلمه، اصرارك اصرار، ونموذج للام يلي مستعدة تكسر الدنيا، ما حدا يقرب ويغبر على شعرة من شعرات ابنها. شكرا ساريتا. أنا بتشكرك كثير كمان أنه أنت عم بتضوي على هذا الموضوع، هذا شيء كثير مهم أنه نحن نقدر نبعث رسالة ونضوي أنه أنتم ما نكون وحدكم. في كثير أهالي بفكروا أنه وحدهم، ما نكون وحدكم. بعد الفاصل نتابع انا هيك مع الاعلامي الصحافي ادمون سيسين وابنه انطوني.